سألت الفنان إيهاب توفيق عن الأزمة اللي حصلت ما بينكم أو افتعلوها في تونس ما تعرفش إزاي يعني. أنا بعتبر إيهاب هو أخويا الصغير وفنان مجتهد وفنان جميل وله جمهوره، وأنا كمان بهدي جايزتي لإيهاب توفيق لأن هو فنان جميل في بداية مشواره الفني ومحتاج دعم فني ومحتاج دعم أدبي. ف ده شعور يعني جميل يعني نحييك عليه. انا كمان بديله الجايزه اللي عندي. لو احنا دلوقتي بصينا للجو القديم اللي احنا قاعدين فيه ده، عايزين نرجع بالذاكره مثلا مده كبيره، تغنيني ايه من الحاجات القديمه قوي؟ مش ليك العمالقه اللي هم القديم خالص خالص قدام، حاجه كده من هاني شاكر كده مع الجو ده. انت شايف ايه؟ قول لي. طب اللي انت عاوزه، اللي انت حاسه. حاجه مش مألوفه حتى، ومش لعبد الحليم يعني، حاجه تانية. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قول لي، قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. وانت، وانت الغالي عليه، غالي عليه. قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي. والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي. والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. قولي ده كان فين، ما تقولي كان ملك ومالي. واللي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسي. قولي، قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسي. وانت، وانت الغالي عليه، غالي عليه. قولي. في غنوة دايما كنت مقابلك في حفلاتك اقول لك غنيها لي، اللي هي نسيانك صعب. صعب اكيد. تحبوها؟ ها؟ كوبليه واحد. حاضر. انت بتحبها طبعا جدا. اكيد اكيد طبعا. عارف مين اللي لحنها؟ طبعا استاذ خالد، استاذ خالد الامين حبيبي طبعا، ورفيق درب عمري طبعا. استاذ سمير الطاير اللي كاتب الكلام الجميل ده. نسيانك صعب اكيد كتير، ملوش غير حل وحيد تيرارا. نسيانك صعب اكيد كتير، ملوش غير حل وحيد تيرارا. ابدا من تاني حياتي وأصاب حب جديد تيرارا. ولو إن الحب التاني مش حيرجع لي زماني، ولو إن الحب التاني مش حيرجع لي زماني، ولا حيعوض حرماني. اللي في حبك بيزيد، لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي. نسيانك صعب اكيد، نسيانك صعب اكيد.
زيانة صعب أكيد أكيد.